الرئيس السيسي الجيش المصري بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته، هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز. النهاردة الحديث عن الأمن القومي والحفاظ عليه، وده بيتردد دلوقتي بشكل كبير، وده الحقيقة ده دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة، وهو حماية الحدود المصرية وتأمين الأمن القومي المصري ومصالح مصر. وهنا لازم أسجل وأكد أن مصر أبدا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش أبدا بتتجاوز حدودها، يعني كان دايما كل أهدافها إن هي تحافظ على أرضها وترابها دون أن تمس. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إن نصر أكتوبر له معنى كبير لدى القوات المسلحة والمصريين، ويمثل عبورا من حالة اليأس إلى الأمل ومن الهزيمة إلى النصر، مهنئا القوات المسلحة بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد في كلمته خلال تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس أن الجيش المصري بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز. وأضاف أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن الأمن القومي والحفاظ عليه وحماية الحدود المصرية دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة، وأكد أن مهم جدا أن يكون استخدام القوة برشد وعقلانية، ويجب ألا تدفع أوهام القوة على اتخاذ قرارات غير مدروسة. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للقوات المسلحة لدورهم في وقت الحرب والسلم، قائلا أن مصر على مدار تاريخها لم تتجاوز حدودها، وكان هدفها دائما الحفاظ على أرضها وأمنها القومي، وأن التسلح بالعلم والمعرفة والإيمان هو السبيل لامتلاك قوة لا تقهر، ويجب أن نكون دائما جاهزين وحريصين، ومصر وجيشها دائما في أمن وسلام وأمان. وعن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إن مصر تقوم بدور إيجابي في احتواء التصعيد بقطاع غزة ومحاولة تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار، مؤكدا على أن مصر تبذل جهودا كبيرة لإمداد المدنيين في قطاع غزة بجميع المساعدات اللازمة لهم وتخفيف معاناتهم. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن مصر تتعامل مع كل الأزمات بعقل وصبر دون تجاوز في استخدام القوة، وأن مصر بذلت دورا إيجابيا في احتواء التصعيد بقطاع غزة على مدار 5 جولات من الصراع، وأن حل القضية الفلسطينية يتمثل في الحل الدبلوماسي وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد وقال إن القوة الرشيدة والحكيمة سمة من سمات القوات المسلحة المصرية، وأننا دائما نتسلح بالعلم والمعرفة لنكون قادرين على استيعاب التقدم في مجالات التطور بالمعدات والأسلحة الحديثة. في ختام النشرة نشكركم على حسن المتابعة، ودائما كونوا في متابعة لمنصاتنا الإلكترونية من تلفزيون الوطن. دمتم ودام الوطن.